بطل جديد بيتحول لوحش عملاق. النهارده هنروح للسيرفر المطور عشان نشوف لوكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا معاكم عيله ياسو في فيديو جديد وبطل جديد لسه ما نزلش في موبايل ليجندز، والبطل ده هو لوكاس. بس قبل ما نبدا في الشرح ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس وتتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي لكل جديد، وتكتبوا ارائكم واستفساراتكم في الكومنتات. في سيرفر ديسكورد كمان عليه فعاليات وجيف اوي 10000 دايموند. نبدا الشرح، يلا بينا. البطل لوكاس من الابطال اللي بيفكروني بالكيوبي. لا 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 لا، مش كيوبي ده. ايوه هو الكيوبي ده. ايه؟ هتعرف في الفيديو ليه. البطل لوكاس محارب او فايتر بيستعمل الضرر الجسدي او الفيزيكال دامج، عنده موبيليتي كويسه، ضرر عالي وكلير ويف سريع. بالنسبه لمهارات البطل، فالمهاره الاولى ليها ثلاث اشكال زي ما هو موضح قصادكم. ايه الفرق بين كل شكل وازاي نفعله؟ خليني اقول لكم. المهاره الاولى للبطل ده بتديله داش او تحرك بسيط وفي طرفه ضرر على الخصم اللي موجود داخل محيط الضربه. عشان تفعل الشكل الثاني لازم تضرب بيزك اتاك واحده او ضربه عاليه واحدة، هتشوف ظهر شريط او بار جديد مشحون للنص. وكمان المهارة الاولى بقى عليها عد تنازلي او تايمر، لو ضربت المهارة الاولى في خلال الوقت ده هتلاقي ان البطل تحركاته اتغيرت وضرره بقى اعلى كمان ومستمر اكتر. طب والشكل الثالث؟ ايوه بالظبط زي ما جه في بالك كده، الشكل الثالث بيتفعل لما تضرب ضربتين عاديتين او اتنين بيزك اتاك ويتشحن الشريط بشكل كامل زي ما هو موضح قصادك. ساعتها هتلاقي المدى والمحيط الخاص بالضربة بقى أكبر، وكمان بقت مستمرة لمدة أطول، وكمان بترجع العدو لورا شوية. مش بيفكرك شكل ده بحاجة؟ راسينجان. معلش اتحمست شويه. يعني تقدر انك تغير شكل المهاره عن طريق لعبك بالبيزك اتاك، والحد الاقصى ليك ضربتين زي ما انت شايف في الشريط اللي بيظهر فوق الشخصيه. نيجي بقى للمهاره الثانيه. المهاره دي بتدي البطل مدى تحرك بسيط، ولكن بتحسن وتغير شكل اول ضربه بيزك اتاك ليك او الضربه العاديه. دي هتخليك تتحرك تلقائي خلف العدو وتسبب له ضرر، وباستعمالك للضربه دي هتزود سرعه الهجوم الخاصه بيك وكمان سرعه التحرك لمده بسيطه. وكمان لو استخدمت المهاره الثانيه واستعملت البيزك اتاك او الضربه العاديه هتلاقي الوقت المطلوب لتفعيل المهاره دي مره ثانيه قل كتير. اما بالنسبه للباسيف والمهاره القصوى الخاصه بيه، شريط الاصفر الموجود فوق راس الشخصية اسمه ريسولف أو تحلل، وبيعلى كل ثانية لكن بيتملي بشكل أسرع لما تهاجم بطل من الأعداء. وأول ما توصل للشريط الأحمر أو يكتمل الشريط الخاص بالبطل هتقدر تستخدم المهارة القصوى الخاصة بالبطل. استخدام المهارة القصوى الخاصة بيه هتحول لوكاس لوحش زي كده، وفي الفورم أو الشكل ده نقاط حياتك، ضررك الجسدي، دفاعك، سرعة هجومك والمدى الخاص بيك هيبقوا أعلى بنسبة توصل ل 20% زيادة، والمهارات كمان بتتغير بعد التحول. بس ثانية، مش قلت لكم إنه هيبقى شبه كيوبي أو كوراما؟ أنا أقصد خمس ديود بس، تمام يعني. المهم دي المهارة الأولى، وبتكون ليها برضو ثلاث أشكال بناء على ضربات البيزك أتاك الخاصة بيك. ودي المهارة الثانية والمشابهة لهيئة البشري، بحيث إن هي بتدي لك داش أو تحرك بسيط وضربة مباشرة على العدو في حالة استخدام الهجوم الطبيعي. وبالنسبة للمهارة القصوى في شكل الوحش، بتدي لك الفرصة إنك تستخدم هجوم موجي بانفجار لما يلمس التارجت أو العدو، وتقدر تستخدمها مرة واحدة بس في كل تحول. وبطبيعة إنه بيعتمد على الضرر الجسدي والمهارات، فبيكون شبه كتير جدا من المحاربين زي مارتس مثلا او حتى ليمورد، بما انه بيكون اقوى بكتير في الشكل التاني الخاص بيه. الموبيليتي الخاصه بيه مقبوله باستخدام المهاره التانيه، والاهم من كده سرعه تحركه بعد البيزك اتاك. ومهارته الاولى قصيره جدا، لو حاولت تعدي بيها من الحيطه فهتكون في خطر، ولازم تخلي بالك لو بتحاول تهرب. المهاره القصوى ما بترجعش كول داون او الوقت المطلوب للمهارات للصفر، بل بتحتفظ بالارقام من الشكل البشري. فبالنسبه للبطل ده خلينا نقول ما يقدرش يعمل كومبو متنوع زي باكيتو على سبيل المثال. بالنسبه لتكرار المهارات القصوى الخاصه بيه، لو ما هاجمتش العدو هتحتاج 50 ثانيه عشان تفعل المهاره القصوى، فننصحك تهاجم العدو لما تكون عندك الفرصه. واظن ان ده عادل جدا بالنسبه للتحسن الكبير اللي بيحصل له لما يكون في حاله الوحش. البطل ده ما عندوش شيلد من المهارات وما عندوش مهارات دفاعيه، والحاجه الوحيده اللي بتساعده في دفاعه هو دفاعه الطبيعي وقت ما يكون متحول للفورم او للهيئه الخاصه بالوحش. وده معناه ان البطل ده هيعتمد على البيلد والمعدات الخاصه بيه عشان يعيش ويستمر في التيم فايت.
وده ببساطة البطل لوكاس، حرفياً وحش كاسر ومش قادر أستنى لحد ما يشوف هيغير المكان ازاي. قولوا لي في الكومنتات رأيكم، ولو عندكم أفكار للبطل ده من حيث الكومبو، وبرضو إيه البيلد اللي انت شايفها هتكون مناسبة ليه. دي كل حاجة من الفيديو ده، دمتم سالمين وشكراً جداً ليكم على حسن المتابعة. Victory!